ومعنا عبر الهاتف من مدينة صيدا بلبنان مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب. مرحبا بك سيد حسان. إذن في تصريح لشبكة فوكس نيوز ذكر خبير أمريكي في الشؤون الإيرانية أن سياسات التضليل ومراوغات النظام الإيراني هي التي أدت إلى ما وصفه بقتل الاتفاق النووي. كيف ترى سلوك إيران بهذا الشأن؟ الواقع المشكلة الآن بين الولايات المتحدة والدول الغربية وإيران هي مسألة عدم الاتفاق النووي كان يفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات، من إعادة بناء ثقة متبادلة في النظام الإيراني، وبالتالي تشبية العلاقات وتطوير هذه المنظومة من العلاقات الاقتصادية والسياسية وبناء ثقة راسخة. ولكن السياسات الإيرانية التي تبعت توقيع الاتفاق النووي كانت معكسة تماما، فانغمست إيران في الصراعات العربية وفي تأجيج المعارك المسلحة في الدول العربية سواء في سوريا أو العراق أو اليمن وفي لبنان، وأعلنت صراحة أنها قد استولت على عواصم عربية وضعت يدها عليها وأنها أصبحت رقما صعبا في المنطقة. الملف النووي الإيراني من الواضح أن الهدف منه أمرين اثنين، الهدف الأول هو حماية النظام حيث لا يتجرأ أحد على مهاجمة إيران باعتبارها دولة نووية. طيب. الهدف الثاني هو ليس تهديد إسرائيل كما يظن البعض، بل الهدف هو أن تصبح قوة إقليمية يحق لها أن تشارك في رسم سياسات المنطقة وفي وضع يدها على بعض مقدرات هذه الدول وإجبارها على تنفيذ بعض الأجندات التي تخدم المصالح الإيرانية سواء الاقتصادية أو السياسية. وهذا ما لم تسمح به الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة أو حتى روسيا. نعم. طيب. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قال إن إيران ستقف بوجه أمريكا بخصوص الاتفاق النووي. ماذا تملك إيران من أوراق برأيك لتنفيذ تهديداتها؟ عندما تهدد إيران إنما هي تستنجد بأدواتها. إيران تهدد بزعزعة الاستقرار في دول المنطقة. نعم. إيران تملك أدوات حزب الله والحكم الشعبي وأنصار الله في اليمن وبعض المجموعات أو الخلايا النائمة في الدول الغربية أو في أمريكا الجنوبية. هذا ما تهدد به إيران. العودة إلى سياسات الثمانينيات من القرن الماضي، سياسة الخطف وطلب الفدية وطلب أمور معينة سياسية كما كان يجري. إيران لا تملك من القدرة على التهديد إلا باستخدام سياسات غير عادية ولا تليق بنظام سياسي حاكم في أي دولة. لا تملك قدرة على مواجهة دول الغرب مجتمعة وعلى رأس الولايات المتحدة، فما تملكه هو التهديد بزعزعة الاستقرار. وهذا هو الملف الوحيد الذي تملكه إيران والذي تخشى أن تستعمله الآن، لأن الكل يدرك أن أي زعزعة على الاستقرار إنما إيران هي المسؤولة عنه وليس أي مجموعة مسلحة سواء السابق أو واضحة أو اسم جديد غير معروف هذا. من أجل ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني قد يؤدي إلى نشوب حرب حقيقية. إلى أي مدى ترى أن الواقع على الأرض يفضي إلى ما تنبأ به ماكرون؟ وزير الخارجية الأمريكية أكد أن في التهديد والتلويح باستخدام القوة إنما الهدف منه الوصول إلى اتفاقات جلدية تضع حدا للأزمات السياسية والأمنية، وهو في هذه الحالة يقارب المسألة الكورية. فالرئيس الفرنسي الذي كان معارضا لأي تغيير في الاتفاق النووي أصبح الآن يطالب بتعديله وإدخال بعض التعديلات عليه، بما أن هذا تغير في الموقف الفرنسي والتلويح، لأن هناك إمكانية نشوب حرب ممكنة. هذا نوع من الضغط العسكري على إيران للرضوخ للحل السياسي. لا أحد يرغب في دخول حرب إلا لتحقيق أهداف سياسية، إذا تحققت الأهداف السياسية يصبح لا لزوم لهذه الحرب. فالجبهة الأمريكية والأوروبية في التعامل مع الملف النووي الإيراني والتخوف من تداعيات تطور الترسانة النووية الإيرانية يؤسس لهذا التهديد وهذا التلويح باستخدام القوة حتى تربح إيران وتعود إلى الالتزام الجبهي بالاتفاق النووي وتعديله بما لا يسمح لها بتطور ترسانة نووية في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك من صيدا مدير مركز لبنان للأبحاث والاستشارات سيد حسان قطب.